كاين معكم الاخ مبارك ابو جمعه من مدينه عين عوده اللي تعرض لواحد التعسك من طرف اعوان السلطه والناس ديال القوات المساعده، وسبق لي علمت الافلاس ديالي اللي هو عباره عن عين عوده نعلن الافلاس محلابه ديال الصحراوي مبارك، واللي عطى الله هو هذا الخوت. هادشي هذا راه ماشي كذوب، راه صحيح، راه فعلا كاين الافلاس. راه حنا ما خدامينش عام هذا ونقولوا ما كاينش الافلاس، راه كاين الافلاس، والناس اللي في الدوله راه ما قايمينش بالواجب من جهتنا حنا ك قطاع ديال الناس ديال المحلات التجاريه والمحلبات والسناك والفواكه الجافه. هادشي هذا راه ضروري بزاف. الله يجازيكم بخير، الله يجزيكم بخير. شوفوا من حالة الفئة هذه راه مضرة بزاف، راه حنا عندنا معاناة بزاف، راه حنا ما بقينا كنبيعوا ما كانش ليه، وراه النفسية ديالنا ضاعت، ما بقيناش كنعرفوا كيفاش تنتعاملوا مع وليداتنا ومع الكليان ومع الزبائن، ولينا معصبين. بالله عليكم ها المحل ديالي مجهز كامل، شنو خصو؟ كلشي فيه هو مسدود، هو مسدود. واش هاد الحالة هذه غادي تبقى هكا؟ ما عرفناش، راه حنا جينا من البوادي، رحنا جايين من البوادي، جايين من منطقة سميتها طاطا، راه ما فيها حتى حاجة، فيها غير الحجر، فيها غير الحجر، ديك البلاد فيها غير الحجر، مواليها حتى مهاجرين كاملين، حتى واحد ما بقى تما، اش بقى تما؟ الشباب ديال تما كلهم هاجر، راه ما بقى عندنا والو، راه الجنوب ميت، راه حنا هنايا دابا ولينا حنا تنموتوا هنايا، راه ما بقى والو. الله يجازيكم بخير، سمعوا الصوت ديالنا، سمعوا لينا شي شوية، سمعوا التاجر شويه، سمعوا الدومين شويه، سمعوا الناس ديال الطبقه هذه شويه، سمعوا الشباب شويه. الله يجازيكم بخير، راه ماشي كنقول هذا الشيء هذا من فراغ، راه كنقول الحقيقه، الحقيقه راه هي هذه، الحقيقه راه مره، راه قليل اللي يقدر يقول الحقيقه، راه قليل، راه كاين اللي مسكين واصله العظم وسكت، ولكن الثانيين راه الباب مسدود، راه مسدود في وجهنا. حنا ولينا هذه هي الطريقه ديال التعبير ديالنا، التعبير ديالنا هو اننا نسدو نعلنوا الافلاس، ما كنديروا حتى شي حاجه اخرى مخالفه للقانون، تنعلنوا الافلاس، الافلاس 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 الافلاس. واش غنكذبوا على الله؟ واش اللي ما عندوش حتى باش يشري مازال سلعه باقي ما بقى عنده حتى باش يشري سلعه، هذا ما يعلنش الافلاس؟ ماشي من حقه يعلن الافلاس؟ راه من حقي نعلن الافلاس ونفوت الافلاس، راه صافي، راه ما بقى لينا والو، بقى لينا حاجه واحده هو الانتحار. البارح راه انتحر واحد التاجر في اكادير، اليوم راه يقدر ينتحر واحد اخر في عين عوده، راه بقى غير الانتحار، ما بقى حتى حاجه. الله يجازيكم بخير، والو حتى مشروع انطلاقه راه ما كاينش فيه مساعدات مع التجار، حتى هو فيه باك صاحبي، الا كان عندك شي كيفاش تميزي راك غادي تدوز، ما عندكش ارجع له. هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله، وراه كنقول لسيدنا راه داكشي اللي كيدير راه ما كيوصلنا من والو، راه كلشي كاين غير الكذوبه سيدي، راه ما كاين والو. حنا الابناء ديال منطقه طاطا، انا كنهضر معاك بصفتي من طاطا، راه ما كاين والو، والو من جهتنا حنايا، اللي عطى الله هو هذا. الله يعاونكم ورمضان كريم.